قال لك بغيت ولدي يطلع راجل، هو فرح بتنسى دفنينو، الرجله ما جات بكثرة الشلاغم، هو بفعيل نسى مدورينو. قال لك الراجل لا مخرج وجال، ما كيعرف بحق الرجال في اللي ضاعت من سنينو. حردت ليام تقصح لي الحمر الرطب اللي بيه مشنتينو، تربيت الولد ما نخنتوه، كيف دهاز الحنه محصنينو، حيت حردت المنشار كتحرد اللي قلبو رهيف من الدنيا مخوفينو. دق مولاي السلطان على هاله القمر اللي من كلامو نسجت القوافي، قد تعلم منا الرجله واخا صوتي بان لك حنين ودافي، حيت حردتنا ليام وحردت المنشار كتقوي وكتشافي، كيتعلموا منا الرجال اللي دخلوا سوق النساء بالقلب الصافي. غنروي حكايتك ومن عندي نكمل خطوط الحكايه باش تبقى روايتك عبره لكل من قالها لهنايا. السلام عليكم الناس زوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير، معكم كوتش هلا في فيديو جديد. اليوم اختارينا العنوان ديال الحلقه ديالنا مولاي السلطان. اليوم غادي نهضروا على واحد الدري زوين بزاف. بالنسبه للرجال اللي متبعيني ما تحشموش، هذه القناه هذه راه مفتوحه للرجال ومفتوحه للنساء، مرحبا بكم وما تحشموش انكم تشاركوا القصص ديالكم معايا، حسبوني بحال اختكم الكبيره ولا طاطا هلا. هاد القصه ديال مولاي السلطان قتلتني بعدا غير بالضحك، الطريقه كيفاش كيسرد. انا شوف القصص تعجبني الواحد اللي تيعرف يكتب، عرفتي الانسان اللي كيكون تيعرف يكتب يقدر يضحكك غير من الكتابه ديالو. غادي نشارك معكم القصه ديالو وغادي نحطوا النقط على الحروف باش ناخذوا لي الفائده ونديروا واحد الاناليز في الاخر ديال لا فيديو. يلا نبداو على بركه الله. انا سميتي مولاي سلطان، عندي 18 عام، كنقرا دابا في الثانيه بكالوريا علوم رياضيه، وكنقلب على شي طريقه باش نقلبها لعلوم فيزيائيه بحكم اعاده توجيه سالات ما علينا. المهم هاد البديه هذه كانت غير انترو للقصه. القصه ديالي غادي تبدا فاش كنت صغير. كنت انا الثاني في العائله، كاين خويا كبر مني، العائله ديالنا كبيره، يعني كنسكنوا حنا وثلاثه ديال عمامي وجداتي وعمتي. هاد عمتي هادي كانت عزيزه عليا بزاف، وكنت ديما كتخرجني معاها وكنسافر معاها، وحتى في النعاس كان خويا كينعس بوحدو ولكن انا بقيت كنعس معاها حتى وصلت لعشر سنين في الطفوله ديالي. الطفوله ديالي دازت ما زويناش بزاف بحكم الدراري كانوا كيقولوا ليا اني كنت مبنت، كان كيبقى فيا الحال بزاف، لهذا قررت نتحول من البريفي الى العام في الاعدادي، وحاولت ما نبقاش نجمع بزاف مع البنات، وليت معظم الوقت مع الدراري. واخا هكا كانوا كيعايروني، كنت تلميذ قراي بمعنى الكلمه وديما الاول. وفي السنه الاخيره ديال الاعدادي جبت مزيان، جبت 18.87 تبارك الله، وكنت تقبلت في واحد المدينه، ولكن والديا وعمتي قالوا لي انت باقي صغير في هاد السنين بثلاثه. كنت تنقرا لسببين، ان والدي يكونوا فخورين بيا، والثاني باش يشريو ليا هاتف. انت جبتي 18 في النتيجه باش تشري تليفون، انا نصيفط لك اخويا ايفون. حيتاش انا ما كان عندي والو لا فيسبوك لا حتى شي حاجه، داكشي علاش فهمت علاش جبتي 18. اما كون كانت عندك تيك توك والله ما تجيب حتى 10. المهم ما كان عنده لا فيسبوك لا حتى شي حاجه للاسف، لا خويا ماشي للاسف من الاحسن. ما بغاوش، تعصبت بزاف وقررت باش انني ما غاديش نبقى حتى انا نقرا مزيان. ما بغيتوش تشريو ليه التليفون ديالو حتى هو مابقاش يجيب لكم هاد 18 هادي. النقط ديالي بقاو كينقصوا من 17 في الجدع مشترك ل 15 في الاولى و 16 في الجهوي، هادو بقاو كينقصوا، جاب لينا 16 في الجهوي. اما كل شراو لي داك التليفون كوره جاب لينا واقيلا شي 20. قال لك 16 في الجهاوي الا في الباك اللي وليت معاودو ماشي سقط، وانما شفت انني ما غاديش يكون عندي بزاف ديال الاختيارات، لذلك ما دوزتش العلوم الحياه والارض، وقررت باش نكون سنه بيضاء دار اني بلونش. هاد ثلاث سنوات تاع الثانويه دازت مكفسه بزاف والحمد لله. طريقه الهضره ديالو قتلني. نرجعوا على الجدع المشترك، نرجعوا حيت دابا بدات كتهرب لينا السينتا. في الدوره الثانيه كنت حسيت شويه بعظيماتي. وكانت عجباتني واحد البنت، وكنت خديت النمره ديالها وبقينا كنهضروا. بس السؤال المطروح هو ما عندوش التليفون منين كيهضر مع هاد البنت هادي. بقينا كنهضروا ماشي بزاف حيتاش التليفون ديال ماما هو كان سؤال يطرح نفسه، ولكن لقينا الاجابه.
كان التليفون ديال ماما بزاف ديال المرات كانت كتمسح شي ميساجات ديالها، رغم اننا كنا كنهضروا عادي من حسن الحظ. هو الحمد لله من حسن الحظ، اني من حسن الحظ اني ما درت والو معاها هاد البنت، حيتاش لقيت راسي ما صالحش لهذا الشيء. وبسببها وقعوا بزاف ديال المشاكل، وقع مشكل كبير في الدار حيتاش كنهضر مع بنت والاسره ديالي محافظه بزاف. ما عمرني تصاحبت، ما عمرني مشيت للقهوه، ما عمرني لعبت الكره، ما عمرنا خرجنا على برا. دابا وليت منين كنخرج كنتعقد بزاف، ما بقاوش عندي صحابي حيتاش بابا كان باغي صحاب مثاليين بزاف. وليت بوحدي، وواحد النهار بابا عيط على واحد البنت ما بيني وبينها والو، علاش؟ حتى صيفطات لي السلام. دابا غيكونوا شي بنات طاري لهم شي مشاكل مع والدي، وما انت شوفي دابا الدري مسكين هذا شنو تيعيش، حيت صيفطات لي مسكين السلام والمشكل ديالي كيليميني. راه قتلني. مهم، المشكل ديالي كيليميني باقي تابعني للحمد لله. هاد العام عرفت السبب، دابا هاد العام هاد السيد هذا، هاد الاستاذ مولاي السلطان سيد الرجال، عرف لينا السبب علاش هو عنده واحد اللقب ولا واحد الصفه ديال كيليميني. ملي كنت صغير كانت عمتي كتبقى تشد لي يديا وتاخذ شي براسلي وتقول لي الله على يدي شحال بيضين وزوينين. حيتاش هي خايبه وسمراء ومعقده. اش كنبقى ندير في الليل؟ كنبقى نتخيل راسي بنت، وكنت ديما كتسخرني نجيب ليها داكشي تاع العيالات، بقاو تصيفطوا الدراري يجيب لكم اولويز. وانا دابا الهدف الوحيد ديالي نكون مستقل ماديا ومعنويا، وغادي ندير ما بجهدي، والحمد لله انا كنصلي الفجر ديما في الجامع والصلوات الاخرين في الدار، وان شاء الله يكون خير. ونصيحه لكاع الامهات، ولادكم تهلاو فيهم، خليوهم يخرجوا ويتعاشروا مع الاولاد مزيانين احسن ليهم. وكنتمنى القصه ديالي تكون كتستحق انها تدوز. انت ماشي راك تستحق تدوز، انت راك تستحق نصادفك معايا، ترى شي نهار غنتلاقى معك بلاتي. وشكرا بزاف على المجهودات ديالك، وبالنسبه للقصه سرديها كيف ما بغيتي، ونبغي في الاخير نصائح الا كان ممكن. سير اسيدي على هاد الهضورات هادي اللي انت كيفاش كتهضر، ما قتلني، قال لك هي سمراء ومعقده ويديها خايبين. غنشدو هاد القصه ديال مولاي السلطان وغنشدوها وغادي نحلوها باش نجاوبو ونجاوب الامهات ولا نجاوب الدراري اللي عايشين هاد المشاكل هادو. كنظن ان في الكلام ديال القوافي اللي بديت بيه راكم فهمتو شي شويه المعاني وفهمتو الميساج ديالي. الوالدين شي مرات الموت يكونوا خايفين على الولد ديالهم انه يخرج على الطريق، يتصاحب مع دراري خايبين، يمشي للطريق ديال الحشيش ديال لا دروغ ديال الغبره، ديال انه يتلاقى مع بنات يحمل هذه، يدير علاقه جنسيه مع هذه، ما ينجحش، ما يقراش، ما هذا، كيبقاو الدري شادينه وحاطينه في الدار ومحصنينه ومخنتينه، وعنده غير علاقه مع العيالات ولا علاقه مع امه، ما كتكبرش في الولد هذيك الرجله. الراجل كما كنقولوا في المثل ديالنا المغربي، الراجل لما خرج وجال ما كيعرف بحق الرجال. شنو معنيتها؟ راه داك الاحتكاك في الحياه والاحتكاك في الدنيا هو اللي كيطلع لينا راجل. شنو هي راجل؟ هو ان الواحد تقدر يتعول عليه، يكون صاحب المهمات الصعبه. تحيه المسلم. يكون راجل بمعنى الكلمه، يكون حرش، يكون واقف. شنو معنيت كنقولوا هذا كيليميني ولا كنقولوا هذا ولد امه؟ كتلقاي بحال راجل كتلقاي فيه واحد الصفات ديال العيالات. دابا الا شدينا واحد الدري وكبرناه غير مع العيالات، دابا كنتفكر كاينين شي فيديوهات ديال تيك توك ولا في اليوتيوب ولا هذا، تيبداو يضحكوا على الدري كيلقاوها محزمين وكيشطح الشعبي، تيضرب الطبله مع العيالات، تيكون كبر مع امه بزاف وكبر مع خوالاته وكبر مع مامته، تيكون واخد عنده واحد الطغيان ديال الصفات ديال الصفات النسويه في الشخصيه هو ديالو، ما كيكونش كيحس براسو عنده داك الطابع الرجولي ولا ديك الصرامه ولا ديك الهضره ولا ديك الوقفه. هو فاش كيخرج للزنقه شنو كيطرى؟ فاش كنكون انا في الاسره ديالي تنكون ما كنكونش حاس بالشخصيه ديالي، حيت كتكون
من غارسة مع الأسرة ديالي وكيكونوا متقبليني وكيكونوا كيبغيوني. فوقاش كنبدا كنحس بالفرق؟ فوقاش كنبدا كنحس بلو كونتراست؟ هو اني فاش كنخرج لبرا اش كنقدر ريح حرشين، اش كنقدر اللي كيلعبوا البي، كيلعبوا الكره، تيلعبوا حابه، تيلعبوا كاشكاش، كيفرقعوا القنبول، كي فهمتي كيكون تيحس براسو ظريف بزاف وكيحس براسو ولد دارهم بزاف، وكيخرج لواحد المجتمع اللي برا بحال الغابه. هاد الدري هذا تبارك الله قرا وعنده نقاط زوينين ومربي وبين انه كيحترم وكيحشم وعنده واحد التربيه اللي هي اسلاميه، كبر في واحد العائله اللي هي محافظه وكيصلي الفجر في الجامع وكيصلي الصلوات ديالو. يعني الوالدين ديالو غادي نقولوا الحمد لله انهم طلعوا لنا بعدا واحد الولد لواحد السن ديال 18 عام اللي ماشي حشيشي ولا شي واحد كان قاتل شي واحد ولا داير لنا شي مصيبه ولا شي شفار ولا شي حاجه. يعني كبر في واحد النشأة اللي غادي نقولوا هي مسلمه، واحد النشأة اللي هي طيبه. وليني دابا خاصك تعرف اخويا هو انك خاصك تخرج للعالم، خاصك تحتك بالعالم، خاصك تقرا. دابا غادي تدخل المستوى اللي غادي نقولو غتكون كدير دي زيتود سوبيريور، القرايه غتبدل عليك، غتلاقى مع دراري، غتلاقى مع صحاب، غتولي خاصك دير علاقات، غتولي تقدر تمشي لشي مدينه اخرى، غتولي تقدر تمشي لشي بلاد اخرى. وهنا فين غتولي الشخصيه ديالك كتكون. دابا انت الشخصيه اللي عندك دابا راه ماشي هي الشخصيه ديالك، عندك واحد الشخصيه اللي كونوها الاسره ديالك خوفا منهم عليك. نهار غتخرج انت للزنقه، نهار غتبغى تبدا تخدم وغتبدا دير لي ستاج وغتبدا تحتك مع الناس وغتبدا تحتك مع صفات بزاف ديال الصفات ديال الرجال، هنا غتولي عندك واحد المقارنه ديال راسك بهم وغادي تبغي تقول اش من مولاي السلطان انا باغي نكون، شنو هي الشخصيه اللي انا باغي تولي عندي. غنقول لك واحد النصيحه وغنقول لك واحد الحاجه. شتي في التربيه شي مرات تلمون الوالدين كيخافوا على الولد ديالهم، تيبغيو الولد ديالهم انه ما يغلطش، ما يديرش اخطاء، يبقى الولد ديالهم مزيان، يقرا، يجيب نقاط، يشد ديبلوم، يخدم، يتزوج، يولد وليدات، يبقى غادي مزيان. عرف راسك، وهاد الهضره غادي تعقل عليها واحد النهار حيت مازال عندك 18 عام. غتغلط وغتقدر دير بزاف ديال المصايب وغتقدر دير شي حوايج اللي ما كنتيش معول على راسك انك غديرهم، وغتبغي تجرب شي حوايج اللي ما كنتيش كتخيل راسك انك غادي تبغي تجربهم، وخاصك تعيش المرحله ديال التخربيق، وغتدخل لواحد المرحله ديال التخربيق، وغتدخل لواحد المرحله ديال انا مش عارفني، وغتدخل لواحد المرحله ديال لا كيوريوزيتي، ديال باغي تكتشف، باغي تكتشف هادي وباغي تكتشف هادي وباغي تكتشف هادي، وخاصك تكتشف. ما تخافش، فاش كتكون عندي واحد لا ريفيرونس، فاش يكون عندي واحد المرجع ديال تربيه اسلاميه، واحد المرجع ديال تربيه زوينه، واحد المرجع ديال تربيه دينيه، واحد الوالدين اللي رباوني على واحد التربيه زوينه، تنقدر اني نخرج على الطريق، كنقدر نوصل لمرحله ديال التخربيق، كتقدر نوصل تجيني لواحد المرحله ديال المراهقه اللي كنبغي نكتشف ونحس انا لاله بعظيماتي، والموسطاش حتى هو كيكبر واللحيه وهادي وهادي ونشم ريحه بيطاني كما كنقولوا. راه كتوصل لهاد المرحله ديال التخربيق، وهاد المرحله ديال التخربيق كيتخلعوا فيها والديك. علاش؟ حيت تيقولوا هاد الدري هذا تبدل علينا، مالو ولا داير بحال هكا، مالو مابقاش كيبغي يسمع الهضره، مالو ما كيبغيش هادي، مالو ولا كيتصرف بحال هكا. غتخربق ولاني غترجع للاصل ديالك، ولاني غترجع للاصل ديالك بواحد ليكسبيريونس، بواحد تجربه شخصيه شخصيه. الناس اللي كيتوصلوا للمرحله ديال التخربيق وما كيرجعوش للاصل ديالهم حيت ما عندهمش اصل. شنو الدور ديال الوالدين؟ الدور ديال الوالدين هو اني نعطي واحد المرجع، واحد لا ريفيرونس، واحد التربيه زوينه للولد ديالي، باش نهار يتخربق غيتخربق وخاصو يتخربق وغادي يرجع، غيطول الزمان ولا غيقصر غادي يرجع، يرجع للتربيه ديالو وغيرجع للاصل ديالو حيت هذاك الشيء اللي تربى عليه. الا جاتك الفرصه انك تقرا في واحد المدينه اخرى سير ليها، الا جاتك فرصه انك دير علاقات مع دراري دخل في دوك العلاقات، الا جاتك فرصه انك تهضر مع ناس هضر معاهم. انا غادي ننصحك لحدك دابا انت مازال صغير في الصيف ولا في لا تلقى شي خدمه بدا تخدمها، واخا الوالدين ديالك يكونوا ما كي يعني ما محتاجينش الفلوس ولا انت ما محتاجش الفلوس، لكن انت مثلا ميسور ماديا، بدا تخدم
انا غنصحك بدا تخدم لي جوب ايتوديون، بدا تخدمهم، خدم اي خدمه بانت ليك. راه في المغرب كاينين خدمات صغيورين للانسان كيقدر يخدمهم، ماشي غير على قبل الفلوس، على قبل باش تحك، على قبل باش تحك. شتي انا بنت اخويا فجيت لفرنسا، انا كنت بيضه ما كنعرف نشريها، بيضه ما كنعرف نطيبها، راه ما كان كيجيني الجوع، الريفلكس ديال اني نمشي ندير لي كورس باش اني يكون عندي الماكله، ما كانش عندي داك لو ريفلكس. عرفتي كنت محرحره، عرفتي انا محرحره كنت كثر منك واخا كانوا اليدين تانا بيضين عندي كثر منك، ولكن الدماغ محرحر، الرجوله ما كانتش فيا. ولكن شنو الحوايج اللي خلوني اني نفيق؟ انا شوف مولاي سلطان، خاصك تكون فايق، خاصك تكون راجل فايق. ولكن باش كتكون فايق؟ نهار كتبدا تخدم، نهار كتبدا تخدم وتقلب على الفلوس وتولي منتج ديال الفلوس، وكتولي تعامل عند الناس وتولي تخدم عند الناس، وهذا يجرجرك، هذا يتعاملش معك مزيان، هذا يحقرك، هذا يقول لك كليميني، هذا يقول لك كلمه ناقصه، هذاك ليان يترفع عليك، هذاك ليان يتعامل معك مزيان. هذه شتي فاش كنبداو نخدمو، كنبداو نكونو المستقبل ديالنا. انا ما قلتش لك سير دير علاقات باش تجلس ليا في الدرب وتتعلم انك تكمي كارو، دويتش على هادشي. خاصك دير علاقات في المجال ديال العمل ديالك، في المجال ديال القرايه ديالك، نخرج لو تيغان، نبدا نخدم في لو تيغان. كاين بزاف ديال شتي في المغرب تقدر تبدا التجاره، عادي تبدا التجاره. شتي غير مثلا ديكاتلون كيخدموا الدراري، تخدموا الدراري، تكون كتبدا تخدم في لي غيون ولا هذا ولا يعني كاينين بزاف ديال لي بواط اللي تقدر تخدم فيهم، مثلا ان جوب ايتوديون واخا صغير، وانت كتقرا وكتخدم او ميم طون. علاش كنصحك بحال هكا باش تفيق؟ دابا انت غندخل معاك في شي موضوع اللي غادي نقولوا ديال الحياه، غنلقاك مازال ناعس، ولاني غنلقاك مازال ناعس ماشي حيت كيليميني وماشي حيت ما كنتيش كتخرج، لا حيت مازال صغير، مازال عندك 18 عام. باش اني نتحمل المسؤوليه وباش اني نفيق في الحياه ديالي، خاصني نجرب وخاصني نخدم وخاصني نحتك مع العالم. هاد الاحتكاك مع العالم هو اللي خاصك دابا، وخاصك تاخذ القرار باش انك تولي تحتك مع العالم. الا ما خديتيش هاد القرار في هاد السن ديال 18 عام، غتقدر توصل للسن ديال 28 عام وغتبقى انت هو انت. فاش كتدخل للدار كتلقى ماماك مطيبه لك الخبز ومجده لك طاجين، كتلقاها مصبنه لك التقشيرات ديالك ولي بوكسير ديالك، كلشي مستف ونقي ومستف لك في البلاكار ديالك، الحويجات ديالك كلشي متيولين، الدار ممسوحه. فاش كتنوض ما كتصايبش بلاصتك، كتجي كتلقى الوالده اللي هي مصايبها لك، وغادي دير 28 عام وغادير 30 عام وغادي تبغي تزوج وغتلاقى مع واحد البنت اللي غتفاهم معاها وغتعيش العذاب، حيت غتكون انت مرتبط غير مع الوالدين ديالك، غتكون انت مرتبط غير مع الاسره ديالك، ولكن انت بوحدك مازال ما كتحسش براسك كابابل، مازال ما كتحسش براسك انك تقدر تقوم باسره. شي الرجوله ماشي هي نعرف اني نتبسل على بنت، الرجوله ماشي هي في السن ديال 18 عام نعرف اني نشعل كارو، الرجوله ماشي هي في السن ديال 18 عام نعرف ندير علاقه جنسيه، الرجوله ماشي هي في السن ديال 18 عام نكون كنتفرج في الافلام الاباحيه ونحس براسي حتى انا راجل ومبقى ندير شي حوايج اللي كيف ما كيديرهم الدراري الاخرين. الرجوله هي تكون فيها الصفات ديال الرجوله. فاش كنا صغار الوالده ديالنا الله يطول ليا في العمر ديالها رباتنا على القصص ديال الانبياء، وفي القصص ديال الانبياء كانت كتعاود لنا على الحروب. الا قريتي السيره ديال عمر بن الخطاب غتعلم شنو هي راجل، الا قريتي السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم غتعرف شنو هي راجل، غتعرف شنو هي الامانه في التجاره، غتعرف شنو هي الحروب. انا كنصحك شتي بغيتي تعلم الرجوله، الرجوله ما غتعلمهاش في نتفليكس، الرجوله غتعلمها في الوقت ديال الرجوله والوقت ديال الصحابه والوقت ديال الحروب والوقت ديال الغزوات والوقت كيفاش شتي غير شديتي عمر بن الخطاب وشتي كيفاش التصرفات ديالو وشتي الحروب كيفاش كانوا كيدخلوا ليهم، ولا شتي مثلا لا نيغوسياسيون كيفاش كانوا كينيغوسيو مثلا في الحروب باش ياخذوا الغنائم باش ياخذوا شحال من حاجه. عتي كتولي كتشوف الناس بصح كيفاش كانوا كيتعاملوا في الاصل ديال الرجوله. شتي الا كان عندك الانترنت غتخرج لواحد العالم اخر، غتخرج لواحد العالم اخر. تفرج ليا غير في الناس الواصلين، تفرج ليا غير في الرجال الناجحين، تفرج ليا في الناس اللي واصلين داروا العاقه داروا فلوس،
تفرج ليا في الناس اللي وصلوا بداو من والو ووصلوا لشي حاجه. هنا غادي يولي يبان لك واحد المثال ديال واحد الرجال اللي بصح رجال وعرفوا انهم يديروا فلوس واعتمدوا على راسهم وبداو من والو. عندك يصحاب لك دابا غير غادي تخرج غتكون عندك واحد الشله هما اللي غادي تتعلم منهم الرجوله. بلاص ما تسمي راسك كليميني، انا غادي نعطيك واحد اللقب اخر. انت عن فيك الحنانة، انت راجل، راجل بكل معنى الكلمة عندك الحنانة. وانا نفضل نكون مع راجل اللي فيه الحنانة على راجل تكون فيه غير قوة الغوات وقوة السلطة وقوة الاوتوريتي وانسان نرجسي غير باش يتسمى انا راجل انا خصك تحترميني انا هو مول الدار، وفي الاخر ما فيه لا حنانة ما فيه لا احترام. انت انا ما تلاقيتش معاك ولاني عندي احساس ان فيك واحد طيبه، فيك واحد الموده اللي جايه من النساء اللي انت كبرتي معاهم. بلاص ما تسمي راسك كليميني، قول انا في عندي بزاف ديال الصفات اللي ما كاينينش بزاف ديال الرجال. غير هو بلاص ما اني نولي نتخيل راسي ونحلم راسي اني بنيه حيت لي دات ديالي رطيت بين 18 عام هو السن باش اني نبدا لا ميسكولاسيون. باش نكبر ليا شي شويه سيدي مولاي هذوك العضلات، نكبر ليا شويه البيسبس ونكبر ليا التريسبس ونخدم ليا الترابيز ونخدم ليا الظهر ديالي ونخدم الفخيضات ديالي ونخدم لي مولين، وليت انا كنحس براسي بالعضلات ونحس بالصوت ديالي هكاك كيخرج ليا خشين. خاص الجسم ديالك حتى هو يكون عنده واحد الصفات ديال الرجل. انا يعني كيعجبني الرجل اللي تيكون واقف هكا وكيكون قاصح. واش انا تنتريني نتلاقى مع واحد كله لاوي؟ هذوك لي ديدا ترطيط بين راه خصهم يقصحوا شويه بلا ميسكولاسيون، ما نديرش لي غون نخليهم شويه يوليو تحس بالضبرات بحال هكا فاش تكون كتهز لبرا تحس براسك تقول شوفوا انا يديا، شوفوا انا يديا كنمشي لاصال يديا كلهم مقشرين. تفرج ليا في الدراري اللي كيترينيو، تفرج ليا في الدراري ديال الفيتنس تبارك الله. المغاربه عندنا واصلين، شحال عندنا امثله ديال المعاد المقيري القناه ديالو شحال زوينه. شوف الجسم ديالو تبارك الله شحال زوين. زاكي ميدزاك نتفرج فيه يا سيدي، حتى هو الفورما ديالو العقل ديالو التربيه ديالو كيفاش دايره. عندنا بزاف ديال الناس تبارك الله اللي واصلين في اليوتيوب المغربي اللي كيترينيو، يعني غنقول لك مثال وقدوه ديال الفيتنس اللي انك تقدر تفرج فيهم يعني غتدخل دخلتي العالم ديال الفيتنس وعالم ديال السبور وعالم ديال لا ميسكولاسيون البادي بيلدينغ وهذا، عاد غتدخل لواحد العالم اخر. ما تبقاش تفرج تخيل ليا انت راسك بنت ولا لابس ليا تكشيطه ولا كتشطح ليا على القعده، غيولي بان لك راسك غير طالع في البوديوم ولا غادي كتريني بشي برا ولا كتخدم ليا سيدي اليمين واليسر، غتولي تحس بالرجوله والفحوله ديالك كتنفجر. باش اني نحس بالرجوله ديالي خاصني نغدي هذاك لو بوزوان ديال الرجوله، هذاك الرغبه ديالي اني كيفاش نحس براجل، اني خاص العضلات ديالي نبنيهم، الجسم ديالي نبنيه، الدماغ ديالي نبنيه، الاخلاق ديالي نبنيهم، التربيه ديالي اني نبنيها. هنا فين كنولي راجل. الراجل ماشي هي نكون حشايشي، الراجل ماشي هو نمشي نتسلقط مع البنات، الراجل ماشي هو نسوق واحد الطوموبيل ونعمر بها واحد 10 ديال البنات باش نتسمى انا راجل. هذا راه ما راجل ما والو، هذا خراجه. هذا هو النوع ديال الرجل اللي ما كيعرفش يشد علاقه وحده يشدها عام. الرسول صلى الله عليه وسلم الا كان القدوه ديالك وكنتي كتصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيدور بالبنات، ما كانش حشايشي وتيجلس في الدرب، حاشا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيخدم، وكان كيخدم في التجاره، وكانت عنده الامانه، وكان كيحترم النساء ديالو، وكان كيتعامل معهم احسن تعامل، وكانت فيه الرحمه، وكانت فيه الموده، وكان راجل. وغنعطي واحد النصيحه للاباء، فاش تربيو الاولاد ديالكم خليهم يحتكوا، خليه يخرج يلعب الكره، خليه يخرج يحتك بالدراري، خليه يكون عنده صحاب، راقبيه، صاحبي الولد ديالك، ولكن خليه يكون عنده واحد العالم ديالو، يكون عنده العالم ديال الدار اللي كتعطيه الحنانه وكتعطيه التربيه وواحد المرجع اللي هو مزيان، ولكن خلي الدري تكون عنده تجربه، خلي الدري تكون عنده تجربه ما حدو صغير، خلي الدري يحتك ويطيح ويتجرح ويتدبر وهذا باش انه كيوقف وكيفيق للذكاء ديالو. هذاك الدري اللي كتعطيه غير السيرو ديال النعس وكتخليه كينعس راه كيتعطل باش كيفيق، وكيتعطل باش انه كيتحل ليه الدماغ ديالو. نربي الولد ديالي هو اني نعطيه التربيه ولاني نخليه تكون عنده الشخصيه ديالو، ماشي نحاول اني انا نبني ليه الشخصيه ديالو وفي الاخر نقول مالو ما خرجش كما انا بغيت. ولي السلطان الله يوفقك في قرايتك.
والله يوفقك في حياتك، وانا فخوره بيك وفخوره بالتربيه ديالك، وانت ماشي كليميني، انت سيد الرجال. والله يرحم من ربك، والله يخلي لك الوالدين ديالك، احسن ليهم واحترمهم، وخا عمتك ليا يا سمره وما كيعجبوهاش يديها حتى هي احترمها، ولا اني بني ليا المستقبل ديالك وكون بصح سيد الرجال. واحد النصيحه غادي نعطيها لك، بحال اختك الكبيره، دابا انت عندك 18 عام، انا عندي 28 عام، بيناتنا 10 سنين. الهدف ديالك ماشي تصاحب مع البنات. نهار تحس براسك كتهضر مع واحد البنت وانت ما قادرش عليها، وما قادرش تزوج بها، وما قادرش تحمل المسؤوليه ديالك، ومازال ما واقفش على رجليك، وماديا انت ما واقفش، ما تظلمهاش معك. خدم على راسك، وجد مستقبلك، بني الفلوس ديالك، ونهار تكون قادر انك تفتح بيت، ديك الساعه ربي غادي يصيفط لك بنت الناس. الناس زوينين، نتمنى ان هذا الفيديو هذه جاتكم على القليب ديالكم. تهلاو في راسكم، وكيف العاده لا تكون الانسان الذي يريدك ان تكون، كن فقط الانسان الذي يجب ان تكون. عش بحبك لله، ولا تنسوا نحن المغاربه قادمون ان شاء الله بقوه وفخر ستنحني اليها الرؤوس احتراما. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله. احبكم.